معاقبة مدرسة عراقية أساء لقدسية التعليم والذوق العام بعد زفاف أسطوري طلاق بلوغر شهيرة لسبب غريب. ميسي سفيرة للسياحة في السعودية. والمزيد في هذه الحلقة من يو تريندينج، ابقوا معنا. أهلا بكم عراقيين. نبدأ مع قرار وزير التربية علي حميد الدليمي بتشكيل لجنة للتحقيق مع مدرس الفيزياء علي الخاقاني بعد انتشار فيديو له يتلفظ بألفاظ نابية وخارجة عن الآداب العامة خلال محاضرة أمام الطلاب. لنشاهد هذا الفيديو سويا. جاء في بيان الوزير اللي قام بنشره على صفحته الرسمية في فيسبوك أنه أصدر قرار بمعاقبة مدرس أساء لقدسية مهنة التعليم والذوق العام عبر حد المقاطع المصورة، وأيضا محاسبة كل من يتورط بمثل هذه الأفعال وسحب الصفة التربوية اللي يحملها. وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على قدسية مهنة التعليم والرسالة الإنسانية والأخلاقية لها، رافضا أي تجاوز يحصل في هذا المجال. من هذا الموضوع مشاهدينا اللي تصدر الترند العراقي إلى صاحب أطول شارف في العراق حسين عبد الله البالغ من العمر 73 عام وهو من أهالي أربيل. ظل حسين محافظا على شاربه ولم يقوم بإحلاقته منذ عام 1972. يبلغ طوله 2.40 متر وهو ما جعله بدون منافس صاحب أطول شارب سواء في الإقليم أو العراق. يلقب حسين بأبو شوارب ويفكر في وضع شاربه بعد حلاقته داخل إطار زجاجي ويحتفظ به داخل البيت أو يقوم بوضعه في متحف المدينة ليبقى رمزا وذكرى له. لنشاهد. ومن أطول شارب إلى صيد الطيور بطريقة غير قانونية وغير شرعية، حيث قام عدد من الشباب بعمل مصيدة كبيرة لصيد أكبر عدد ممكن من الحمام البري بضربة واحدة. شاهدوا معي. هذا الفيديو أثار انتقادات عديدة بسبب طريقة الصيد واللي تتسبب بانقراض هذه الطيور. أبو علاء اللامي كتب يقول هذا صيد جائر ويقتل النسل وهو محرم شرعا، تأخذ ما يكفيك وتترك الباقي ليعيش ويتكاثر. أما فاضل فكتب في تعليقه يقول أخطر مخلوق على وجه الكرة الأرضية هو الإنسان. ألسا تساءلت وين حماية البيئة من هاي الحيوانات. هذه كانت مشاهدينا بعض التعليقات اللي داولت هذا الموضوع. الآن إلى فيديو منتشر على إنستغرام لعامل نظافة يشتكي فيه من أهمال أصحاب المحلات اللي يقومون برمي القمامة في الشارع بعد أن يكون الشاب قام بتنظيف الشارع صباحا. لنشاهد ماذا قال. لا أغلط ولا أتجاوز ولا يا أخي، أنا أجي الصبح أكنس الشوارع من الصبح، بس أنت يا أبو المحلات أريد أسألك سؤال. الذب الزبالة بعين أشوفكم والله بعين، تطيح
تذبها بالشارع. أذن شاته ما تقول هذا عامل نظافة الصبح. ها كنس هي صابك ما تقول صابك صابك عمى. كلام عامل النظافة الشاب لاقى تجاوب وتعاطف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي أكدوا على صحة كلامه. ماجد كتب يقول عمي والله حقك والله يعينك على شعب 80% منا يشمرون بطالة المي بالشارع قلة وعي. أما لافندر فقالت خطية عمل النظافة كل يوم أشوفهم الصبح هيش تعبانين ومرهقين والشوارع مليانة كراتين قدام المحلات وأكياس نايلون حتى ما يجمعوها أهل المحلات بمكان واحد. آخر تعليق من نوال أي والله ماكو إحساس بالمسؤولية، عدم الانتماء للوطن يجعلهم لا يفكرون بنظافته أو تطوره. هذه كانت بعض التعليقات اللي داولت هذا الفيديو. الآن إلى تيك توك وفيديو منتشر لجندي في الجيش العراقي يظهر الفيديو مدى إنسانية هذا الجندي حيث يقوم بمداواة كلب يعاني من كسر في يده. لنشاهد سويا. هذا هو بحسبتك عملية خربانة العملية ماشي. هاي البحر لفيتها وقام يعضيها فتحها فتحها يوم ثلاثة لفاف من السوق هي عشرة طيب هسه غادي يوم جديد شاهدنا بعض الأخبار والفيديوهات اللي تم تداولها عراقيا والآن نكمل مواضيعنا مع الترندات العربية واللي كان أبرزها خبر مقتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عقلة برصاصة في الرأس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء. شيرين أبو عقلة تعتبر من الرعيل الأول من المراسلين لقناة الجزيرة حيث التحقت بالقناة عام 1997 وتصدر اسمها الترند في الدول العربية ونعاها زملاء لها ومغردين عبر تويتر. لنشاهد هذا الفيديو. لن أنسى أبداً حجم الدمار ولا الشعور بأن الموت كان أحياناً على مسافة قريبة. لم نكن نرى بيوتنا، كنا نحمل الكاميرات ونتنقل عبر الحواجز العسكرية والطرق الوعرة. كنا نبيت في مستشفيات أو عند أناس لم نعرفهم، ورغم الخطر كنا نصر على مواصلة العمل. كان ذلك خلال عام 2002 حين تعرضت الضفة الغربية لاجتياح لم تعهده منذ احتلال عام 67. في اللحظات الصعبة تغلبت على الخوف، فقد اخترت الصحافة كي أكون قريبة من الإنسان. ليس سهلا ربما أن أغير الواقع، لكنني على الأقل كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم. أنا شيرين أبو عقلة. والآن إلى المملكة العربية السعودية حيث أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أنه تم اختيار نجم كرة القدم العالمي ميسي سفيرا للسياحة السعودية. ونشر الوزير صورة لميسي أثناء وصوله إلى جدة وأيضا صحبت الأميرة هيفا بنت محمد اللي تشغل منصب مساعد وزير السياحة. صحبت ميسي في جولة داخل القسم التاريخي من مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر. كما نشر ميسي عبر حسابه في انستغرام صور وهو يستمتع بوقته في رحلة بحرية في البحر الأحمر. نشاهد. في مصر وبعد زفاف أسطوري لم يمر عليه أكثر من شهرين ومقاطع فيديو رومانسية كثيرة انتشرت عبر السوشيال ميديا للبلوجر المصرية الشهيرة أحلام عادل انتهى كل ذلك بإعلان الطلاق من زوجها لسبب يبدو غريب بعض الشيء، حيث نشرت أحلام عبر الستوري لديها على انستغرام خبر طلاقها وقالت أن طلاقها أو أنها تعرضت للضرب والتعنيف من قبل زوجها بسبب شرائها هدايا عبارة عن سجادات صلاة لعدد من أصدقائها خلال تواجدها في الأراضي المقدسة
لأداء مناسك العمرة. ونشرت أحلام مقطع فيديو وهي تبكي، ثم عادت وحذفت المقطع. شاهدوا معي. زوج أحلام وهو مصمم أزياء، وبعد إعلان زوجته عن طلاقهم وما تعرضت له من ضرب وتعنيف، قام برد عليها عبر فيديو نشر أيضا على إنستغرام، قدم من خلاله اعتذار لها واعترف أنه تشاجر معها في العمرة وتمنى أن يصلح الله الأحوال بينهما. أنا أول مرة أعمل فيديو وأطلع أتكلم فيه. حصل بيني وبين جد، يعني بيني وبين أحلام شد في العمرة، ويعني خلاف وشدينا مع بعض، وأنا شديتها يعني شديتها وزقتها، وده ما كانش لازم يحصل خالص. وأما رجعنا من العمرة صلحتها وكنا كويسين، وبعدين رجعنا حصل يعني حصل خلاف تاني وزعلت مني، فطبعا هي افتكرت كل يعني كل اللي أنا كنت بعمله. فأتمنى يعني إن هي ما تزعلش مني والدنيا تروق. البعض تعاطف مع الزوجين وبرر لهما ما حصل، لكن البعض الآخر انتقدهم وأكد أنها ربما تكون خدعة من خدع مشاهير السوشيال ميديا لزيادة عدد المشاهدات وللحصول على مزيد من الشهرة ولفت الأمر. طبعا في عالم السوشيال ميديا كل شيء جائز وممكن. مشاهدينا، للمزيد من الترندات تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، نكمل حلقتنا مع أبرز الترندات العالمية، والبداية من استراليا. وفي حدث يعتبر الأول من نوعه، تمكن رياضي استرالي مصاب بشلل نصفي تمكن من تحقيق رقم قياسي بالقفز بكرسيه المتحرك من ارتفاع 50 متر. وكان تعرض روهان لحادث في مكان عمله عام 2019 سبب له العجز وعدم القدرة على المشي مرة أخرى. إلى فيديو طريف أو حادثة طريفة، حيث نجح أب بصناعة سيارة فاخرة من الخشب بالكامل على هيكل معدني، قدمها هدية لطفلته بعد أن قام الجيران بسرقة سيارتها الصغيرة. وقام بتصميم وتصنيع سيارة كهربائية فاخرة من الخشب الخاص، مدعمة بهياكل معدنية ومزودة بتقنيات كهربائية أيضا ومحرك. استغرقت عملية التصنيع حوالي 3 أشهر، وصمم الأب السيارة بدقة متناهية وحرفية عالية، بل تفنن أيضا بالتفاصيل الدقيقة. لنشاهد سويا. كازاخستان، قام رجل بإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات كانت معلقة على شباك الشرفة في المنزل بغياب والديها. خطر الشاب بحياته لينقذ الطفلة ونجح بالفعل ذلك، وستقوم السلطات الكازاخستانية بتقديم جائزة قيمة للشاب تكريما لهذا العمل البطولي. لنشاهد. Thank you.
هذا الفيديو إلى موضوع آخر. الجميع تابع في الأسبوع الماضي محاكمة الممثل جوني ديب وأمبر هيرد اللي تم بثها مباشرة. هذه المحاكمة تحولت إلى ترند ساخر على تيك توك، وانتشرت مقاطع فيديو لهيرد استعان مستخدمي تيك توك فيها أو استعان بمشاهدها وهي تدلي بشهادتها لكي يعدوا بثها مع أو يعيدوا بثها مع مقاطع تمثيلية أو رقصات جديدة أو تعليقات ساخرة، كما في فيديو خوفها أو ترددها من المشي إلى جانب جوني ديب. وحصدت مقاطع الفيديو لأمبر هيرد أثناء إدلاء شهادتها أكثر من 30 مليون مشاهدة في 5 أيام فقط. وبشكل عام تمت مشاهدة مقاطع الفيديو اللي تحتوي على هاشتاج أمبر تيرد أكثر من 1.2 مليار مرة حتى الآن وفقا لموقع تيك توك. وأزالت المنصة العديد من مقاطع الفيديو اللي تستغل شهادة هيرد بدعوى أنها تنتهك سياسات مكافحة العنف والكراهية، ورغم ذلك انتشر فيديو لها وهي تمسح أنفها بالمنديل، لكن الكثير شكك ما إذا كان هذا الفيديو أو ما إذا كانت تستنشق شيء من خلال هذا المنديل. إلى فيديو آخر، منحت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كلب دنماركي لقب أطول كلب في العالم، إذ يبلغ طوله 1.046 متر سنتيمتر، ويعيش في مدينة بيتفورد بولاية تكساس الأمريكية. الكلب يدعى زيوس، ويبلغ ارتفاع الكلب 5 أقدام. وكشفت مالكة الكلب أن كلبها الأليف زيوس لم يتوقف عن النمو، وهو في 8 من عمره الآن. وقالت أن تكلفة إطعام مثل هذا الكلب الكبير باهظة الثمن، حيث يستهلك 12 كوب من طعام الكلاب الكبيرة في الصباح و6 أكواب أخرى بعد الظهر للمساعدة في تغذيته. وأضافت أن الكلب يركض لمدة 30 ثانية فقط. وذكرت أيضا أن امتلاك كلب مثل زيوس يشبه وجود شخص آخر يعيش في منزلها نظرا لكبر حجمه وكون الأطول في العالم. لنشاهد هذا الفيديو. إلى أوكرانيا، حيث أصبح كلب يدعى باترون رمز وطني خلال الحرب. وصل الأمر إلى تكريمه من قبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبحضور رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أيضا، حيث منح الرئيس الأوكراني الكلب باترون وصاحبه وساما تقديريا لخدماتهم المتفانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعد أن استطاع هذا الكلب الكشف عن متفجرات وألغام باستخدام حاسة الشم. وينسب للكلب، وهو من سلالة جاك راسل صغيرة الحجم، ينسب له الفضل في اكتشاف أكثر من 200 عبوة ناسفة والحيلولة دون تفجيرها منذ بداية الحرب في 24 شباط، مما جعل بطل قومي في أوكرانيا. ومنح زيلينسكي الجائزة في مؤتمر صحفي في كييف، وخلال تقديم الجائزة نبح الكلب وهز ذيله مما أثار ضحك الجمهور. شاهدوا معي. With the order for courage third degree. And medal for the dedicated service, a service dog called Patron. Yeah.
نهاية حلقتنا، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء. Thank you.